الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل يومين ملأت الأخبار في لندن في بريطانيا، الإخوة الكينيين أو لا أدري جنسيتهم الذين ذبحوا جنديا وشرطيا بريطانيا في شوارع بريطانيا. هذه حمقات كثيرة ترتكب باسم الدين، رأيتها؟ والله أنا ما استطعت، لا أستطيع. حمقات ترتكب باسم الله تذكرني بالحروب الصليبية التي باسم الله كذلك أشعلت لقتل الخلق باسم الرب. الرب لا يأمر بالقتل، الرب لا يأمر بذبح الناس، الرب سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم، الرب عز وجل غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها رأت كلبا يلهث الثرى من شدة العطش فخلعت موقها خف وملأته من البئر ماء وسقت الكلب فشكر الله لها، في رواية وفي رواية غفر الله ذنبها. في كلب، ما قيمة الكلب؟ كيف يذبح الإنسان بهذه الطريقة وبأي جريمة وبأي ذنب؟ من الذي أمر بهذا؟ الله أمرنا أن نذبح الخلق هكذا؟ حاشا لله، لو كان هذا هو الدين فلا أريده، لا أريده، لأنه يتعارض مع كل فطرة فطرنا الله عليها، مع الفطرة البشرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ودجاجة، والله إنك لترى الدجاجة فترحمها. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حمرتين، رأى فرخين كتكوتين لحمرة، الصحابة أخذوا الفرخين فرأى الحمرة تفرش تفعل هكذا حزينة على فرخين كتكوت، فقال من فجع. انتبه معي لهذا الكلام، افهم، من فجع، تسمع كلمة الفجع عندكم المغاربة يقولونها أكثر منا نحن جالقة، من فجع هذه في فرخيها أعيد إليها فرخيها. هي ذبحهم حلال وأكلهم حلال، تعالى الآن نقول من فجع أم هذا الرجل فيه. تخيل أنت أمك جيء بك مذبوحا، رأسك في جهة وجسدك في جهة أخرى، ماذا كانت تفعل؟ ماذا كان يكون شعورك لو أنت الذي جيء بك إلى أمك مذبوحا هكذا؟ من فجع الآن هذه الأمة البريطانية في ولدها، وما ذنبها وما ذنبه؟ قال لي أحد الإخوة في بعض الأماكن هم يقتلون أبناءنا في أفغانستان وفي فلسطين، فما ذنب هذا في أفغانستان وفلسطين؟ والله عز وجل هو الذي يقول وألا تزر وازرة وزر أخرى وهل ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وإيش ذنبه؟ ما ذنبه في هذا الذي فعله فلان في أفغانستان؟ هم قتلة ومجرمون، أولئك الذين يقتلون البشر في فلسطين وفي أي بلد في الدنيا، لا يهمني إن كان القتلى مسلمين أو كانوا غير مسلمين، آلة القتل، آلة الدمار محرمة. هل تعلمون أن السلاح الناري في الإسلام محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، المسدس، البارودة، المدفع، القنبلة، كل هذه محرمة في ديننا ولا يجوز استخدامها. فنحن لا نقول أن أمريكا أو غير أمريكا ممن يقتلون المسلمين أو غير المسلمين في أي بلد من بلاد الدنيا على حق، بل هو باطل وهذا إجرام، وهؤلاء لا بد أن يقدموا إلى المحاكم وأن يعاقبوا، ولكن ليس هذا مبررا لنذبح الناس لأنهم ليسوا مسلمين أو لأنهم جنود أو لأنهم ضباط
أو لأنهم شرطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يقتص فيه يوم القيامة الدماء، ولا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه من أمره ما لم يرق دما حراما. إياك أن تقترب على الدماء، لا يهم من المقتول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي القاتل والمقتول يوم القيامة، يأتي المقتول متلببا قاتله بيمينه حاملا رأسه بيده الأخرى، يأتي به تحت العرش، تحت عرش الرحمن، يقول وفي رواية تشخب أوداجه دما. شوف الوصف، أوداجه يخرج من الدم، نسأل الله العافية. يقول يا ربي هذا قتلني ففيما قتلني، أنا ماذا فعلت حتى أتوب؟ فيقول الله عز وجل له تعست، ويؤمر به فيسحب إلى النار. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن قال الله له تعست فلا أفلح. لذلك انتبهوا وإياكم من هؤلاء المخرفين من الأئمة المضلين الذين تسمعونهم في الإنترنت وفي غيرها، اقتلوهم، اسحلوهم، افعلوا بهم. ثم يأتيك بمثال ويقول ألم يقل الله عز وجل في كتابه ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما يقتلون أبناءنا في أفغانستان سنقتل أبناءهم في أسبانيا. جميل، يعني لو زنى رجل في زوجتك أو اغتصبها تغتصب زوجته؟ هل هذا يجوز؟ ليش؟ الله عز وجل الذي قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لو ان احدا قتل ولدا تذهب وتقتل ولده، وما ذنبه؟ ما ذنبه في حماقه ابيه؟ اذا لا تقل لهذه الايه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لا، هذه الايه ليس هذا معناها بهذا الاطلاق ابدا. هذا عمل الحكومات وعمل القضاة والمحاكم وليس من أعمالنا وليس من أشغالنا نحن. فإياكم أن تخدعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا وقال في محكم تنزيله وأنتم الغالب ما شاء الله حفاظ كتاب الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واعلموا أن نفسا واحدة جعلها الله في القرآن نكرة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأرجوكم إياكم أن تخدعوا بمثل هؤلاء الضلال الذين يدعون إلى القتل. نحن لا نلتمس عذرا لأمريكا ولا لغيرها، من قتل فهو مجرم ويحاكم، وينبغي أن نعمل جميعا على تقديمه للمحاكمة رئيسا ومرؤوسا، لكن هذا ليس مبررا لقتل الناس في الشوارع. بارك الله فيكم، فعيبوا على هذا العمل ولا تفرحوا به، لأن فرحكم به يعني مشاركتكم فيه كأنك أنت قتلت. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا من هذه الفتن. سامحوني على المطالب، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.